رحب بحضراتكم مرة تانية في الفقرة الحوارية. النهاردة معنا واحد من خبراء قطاع الناشئين والمواهب في مصر، الحقيقة مدرب قدير عنده كتير من الخبرات الكروية والتدريبية الكبيرة. هو كمان بينتمي لعائلة كروية، معروف انه الشقيق الأكبر للنجم طبعا الكبير أسامة عرابي، كابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي. بتقول إيه؟ قلت إيه؟ مش الأكبر قوي، بيقول لي مش الأكبر قوي. كام سنة يعني؟ كابتن امين عرابي طبعا برحب بيه. مش قوي فرق ايه؟ سنه؟ سنتين بس مش باين ومش شبهه. لا وانا اصغر، بيبان اصغر انا اصلا. اكيد برحب بيك يا كابتن امين. كابتن امين عرابي طبعا عضو اللجنه الفنيه لاكتشاف المواهب في النادي الاهلي ومنور البيت الكبير. الاول انا اهلا بيكي طبعا سام، وكابتن هاني رمزي نجم من نجوم النادي الاهلي. انا طبعا الاول ببارك مجلس اداره النادي الاهلي على بطوله الدوري العام وجمهوره ولاعيبته وجهازه الفني، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه. وانا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده. احنا اسعد. الله يخليك. نورنا كابتن. الله يخليك. الله يخليك. يعني اكيد في حاجات كتير هنكلم حضرتك فيها، لكن خلينا نتكلم ان في كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته عمل حاجه جيده جدا. يمكن من زمان كنا بنتكلم على قطاعات الناشئين، ما بنطلعش ولاد النادي فين. النهارده في استراتيجي كده كبيره جدا على مستوى النادي الاهلي بتخص ثلاثة سيكشن. بنتكلم على قطاع الناشئين، بنتكلم على الاكاديميات، وكمان على ابارتمنت او يعني جزء مهم جدا، وكمان اكتشاف المواهب اللي حضرتك موجود فيها حضرتك والكابتن فتحي مبروك. اكيد. اشرح لنا الثلاث محاور دول والدور المهم لاكتشاف المواهب اللي حضرتك بتقوم بيه. طبعا. هو الاول قطاع الناشئين، انت عارف وانت كنت نائب رئيس القطاع من سنتين، القطاع هو بيشتغل زي ما بيشتغل على طول. بنجيب المواهب، بنطور اللعيبه، بنختار اللعيبه الكويسه، بنحاول نصعد لعيبه للفريق الاول، وده الهدف الرئيسي. يعني انت يمكن كنت موجود معانا. صحيح. المهم مش النتائج، المهم تصعيد اللعيبه للفريق الاول في ظل الظروف اللي البلد بتمر بيها، في ظل الظروف الماليه الكبيره جدا. صحيح. للانديه. فالاعتماد الكبير بيبقى على قطاع الناشئين. المحور الثاني اللي هو الاكاديميات، برضو بقياده الكابتن شطه السنه دي عاملين شغل كويس برضو. الاكاديميات مفتوحه في كل محافظات القاهره ومصر يعني. بالظبط. وبيختاروا برضو مواهب، واللي بيبقى كويس بيعملوا منتخب اكاديميات، بيجوا القطاع بيشوفوهم كابتن خالد بيبو الراجل التشيكي بيختاروا منهم، فبتبقى حاجه كويسه للنادي وللقطاع. اما احنا بقى بالنسبه للجنه الفنيه، هي طبعا بقياده الكابتن فتحي مبروك، معانا الكابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن ياسر ريان، كابتن مدحت طه اسماعيل، كابتن صديق جمال. هي عباره عن لجنه، وانا طبعا بشيد باللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي. صحيح. ويمكن دي موجوده من سنتين. هي لجنه فنيه عباره عن اختيار المواهب من بره القاهره او جوه القاهره. احنا شغلنا ان احنا بنتصل بالكشافين، بنتصل بكل الموجودين في مصر، بيرشحوا لنا بعض اللعيبه. احنا بنروح احنا بقى اللي بنروح. انت انا قصدي كده بتسافروا كابتن؟ بتسافروا كابتن امين؟ بنسافر. بتسافروا فين؟ يعني انا عن نفسي رحت مثلا مره الاسماعيليه، مره السويس، مره بني سويف. حسب المطلوب مننا الكابتن فتحي بيوجهنا ليه، بنروح ونشوف اللعيبه احنا جوه في ملعبه، بنشوفه مع زمايله، بنشوف قدراته. لان الكابتن هاني عارف ومتاكد ان اللعيبه برضه لما بتيجي القاهره ويبقى خارج القاهره وبيجي في المحافظات، الاختبارات بالنسبه له بتبقى صعبه جدا. انا أكيد. بتكلم بامانه. بتبقى صعبه جدا، ويمكن الكابتن هاني شاف. انا شفت طبعا اللعيبه بتيجي في المحافظات يعني كابتن، خاصه طبعا بيجي الساعه 5 الصبح صاحي من بلدهم. صح. بيركب مواصلات بيجي القاهره عشان الاختبار بيبقى الساعه 7 او الساعه 9. يفضل حتى لو هو كويس ما بيقدرش يظهر قدراته كلها. لكن احنا دلوقتي طبعا الجديد في اللجنه واللي عملها مجلس اداره ان احنا بنروح للعيب لغايه عنده. يعني احنا بنروح لغايه عنده كمان يا كابتن، اللي هو برضه انه داخل على اختبارات النادي الاهلي، وهي صعبه جدا بالنسبه له. دي ليها برضه رهبه، ممكن جدا تاثر على هو كويس بس ممكن يكون بيخاف. لا وخصوصا يا كابتن هاني لما يعني عايز اقول لحضرتك برضه مهم جدا ان اللعيب الصغير لما بيجي يشوف النجوم المدربين قاعده زي مثلا الكابتن هاني، الكابتن فتحي، الكابتن ياسر، الكابتن خالد بيبو، يعني برضه بقى عنده خضه. صحيح. فما بيقدرش يطلع قدراته الفنيه كلها، زائد ان هو جاي تعبان منهك يعني من السفر، بيبقى منهك جدا. لكن احنا لما بنروح وبعدين بيلعب مع ناس هو مش عارفها.
صح، يعني اول مره يلعب معاهم. وفكره ان اختبار كمان يا كابتن امين طبعًا. انه داخل على اختبار الناس هتقيمني، دي مهمه جدا، دي بتاخد برضو شويه ممكن. لكن احنا دلوقتي اللي بيحصل ان مثلا في اتصالات بالكشافين في كل المحافظات بيبلغوا الكابتن فتحي في لعيب كويس في المكان الفلاني، في لعيب كويس في المكان الفلاني، فاحنا بدورنا بنقوم بالكلام ده، بنروح له لغايه عنده. وخلي بالك بقى الميزه هنا ان انت ممكن تشوف واحد احسن من اللي قالوا لك عليه، يعني على واحد تاني وبتحصل كتير. فده دورنا ان احنا بنلف ونشوف، وفي النهايه بنجتمع كلجنه. اللي بيتشاف ما بيتشافش مني انا بس، يعني بيروح مثلا الكابتن ابراهيم مره، الكابتن ياسر مره، الكابتن مدحت، الكابتن صديق، وبعدين بنجتمع على راي واحد. لكن هو في الاخر القرار مش بتاعنا، القرار بتاع مدرب الفريق وقطاع الناشئين، احنا بنرشح. يعني عشان برضو الناس تفهم طبعا حضرتك بتبص يعني في عناصر مميزه طبعا بتقول لمدرب بنقدمها للكابتن بقى، للمدرب الخالد بيجي بقى لجنه من القطاع برئاسه الخواجه اللي موجود مع المدربين اللي عنده، مع المدرب الفرقه اللي احنا جايبين له فيها اللعيب، بيبص عليهم ويشوفهم هل هو زي اللي عنده او احسن او محتاج شغل، فبيبدا يختار منه. لكن هو القرار بتاعهم في النهايه مش بتاعنا احنا، تمام، لان في النهايه هو المدرب هيلعب الولد. صحيح. فدي قصه اللجنه، واحنا الحمد لله شغالين فيها كويس. ويمكن كان يوم الاحد اللي فات برضو عملنا حاجه جديده، جبنا بقى الولاد المميزين كلهم اللي احنا شفناهم، او الكشافين جابتهم، عملنا الكابتن خالد بيبو مشكورا ادانا ملعب الاكاديميات، كنا موجودين كلنا كلجنه، كان موجود الخواجه، كان موجود الكابتن ياسر رضوان، كابتن سيد غريب، دول مدربين القطاع الناشئين، مدربين القطاع بالظبط. وقعدنا وشفنا، يمكن استقرنا على ثلاثة بالإجماع مواليد 2005، خدوهم هيدخلوهم مع الفرقة. برضو ده مش كلام نهائي. جايين منين الثلاثة؟ لا، من كل الأقاليم فعلا. وأغلبهم كان من الصعيد كمان. مش من القاهرة والجيزة. لا، أغلبهم من الصعيد. فاستقر الرأي على ثلاثة، الثلاثة دول هيخشوا فترة معايشة مع اللعيبة اللي موجودة في النادي، عشان يشوف هو هيتطور في خلال الفترة دي أو ما اتطورش، أو هو هيبقى أحسن أو مش أحسن. دي بترجع لهم هم، ودي هتبقى معاهم هم مش معانا احنا. اللي فهمته من حضرتك ان دور الكشافين اللي كنا بنسمع عنه زمان ده موجود لحد دلوقتي، دلوقتي موجود، بالاضافه لدوركم كمان طبعًا. يعني بس هو الناس، انت عارفه برضو حضرتك، الكشاف ممكن ما يجيبش اللعيب اللي هو يستاهل يبقى موجود في النادي الاهلي. هو شايف لعيب نجوم كويس، لكن لما يكون فنيين قاعدين او راحوا شافوه بنفسيهم في ملعبه بتفرق كتير، حتى في الاختيار، لان هو قصه الناشئين كلها قصه اختيار لعيب كويس، صح، التمرين والتطور في الملعب. لكن الاول العين اللي تجيب اللعيب كويس اساسا، فهي دي بتبقى المشكله. يعني في معايير يا كابتن؟ نعم، في معايير معينه. يعني ده حضرتك بتتكلم على طبعا الموهبه، التالنت اكيد، وزي ما حضرتك بتقول مهم جدا ان العين تبص. الكشاف اللي حضرتك بتكلمه او بيكلمك يقول لك والله يا كابتن امين عندنا 2-3 كويسين مثلا في اسوان، تعال بص عليهم. وانت رايح بيكون في تخيلك معايير معينه عايز تشوفها في اللعيبه دي؟ طبعا، انا يمكن اغلبنا اشتغل في القطاع، ويمكن لغايه السنه اللي فاتت واللي قبليها، فاحنا عندنا نظره على اللي موجودين عندنا. فلما انت بتروح حاطط معايير ومسطره، مقاييس محطوطه، سرعته، مهارته، تمرير والاستلام بتاعه، التحرك من غير كوره، كل ده الكشاف ممكن ما يعرفش يشوفه. صحيح. فاحنا بنشوفه وبناكد على الحاجات دي، لو طلع المعايير دي مظبوطه بالنسبه لنا بنقول ده ممكن يبقى موجود. لكن زي ما قلت لحضرتك ان في النهايه هم اللي هيختاروه مش احنا. احنا دورنا ان احنا نجيب له، نكتشف كويس المواهب ونوصله للنادي. هم بقى هيرجع لهم الراي في الاول وفي الاخر، حسب كمان اللعيبه اللي موجوده عندهم. النهارده معايير الموهبه اختلفت، يعني الموهوب معروف طبعا، معروف اختيار الموهوب، لكن النهارده ممكن يقول لك الموهوب ايه؟ في لياقته البدنيه، في مستواه البدني. فهل ده برضو انتوا بتعتمدوا عليه النهارده؟ هل فعلا فكره الموهبه ديت طريقتها اختلفت؟ انت النهارده بتشوف مثلا منتخب ايسلندا، المانيا، في انضباط تكتيكي، كل واحد عارف دوره ايه، بقى هو ده المهم ولا لا؟ برضه الموهبه بتفرق اكيد. لا، ما انا هقول لحضرتك، احنا لما بنيجي نختار الاول احنا بنختار على مقاييس معينه، مثلا السرعه. دي مهمه جدا دلوقتي في اي لعيب كوره. السرعه فيها حاجات كتير، سرعه، تحرك بكوره، من غير كوره، عنده سرعات قد ايه.
الحتة البدنية والكابتن هاني طبعا عارف الحاجات دي. الحتة البدنية دي تخصص المدربين بقى، يعني لو واحد ضعيف أنا اللي بقوي، القوة تيجي، التحمل يجي، في حاجات تيجي، لكن في حاجات أنا ما أقدرش، أنا بنميها له لكن ما أقدرش يعني أخلقها فيه. السرعة ما حدش يقدر يعملها، أنا بنمي له سرعة لكن هو أساسا سريع، لكن القوة أنا أقدر أدي له قوة، أقدر أرفع له الكفاءة البدنية بتاعته، أقدر أخليه الجلد والتحمل عنده عالي. دي شغل مدرب، زائد الشغل التكتيكي. يعني مثلا هو مع احترامي لكل الناس اللي بتشتغل في المجال، ممكن تمرينه في بلده أو في قريته أو مش هيبقى زي النادي الأهلي. فهنا بتختلف مختلف طبعا، لكن احنا في النهاية بنختار الموهبة الكويسة، بنختار الحاجات البدنية اللي احنا شايفينها مثلا زي السرعة، بنوصله لدي. بعد كده احنا مهمتنا هنا وقفت، هو بقى كمدرب أو كقطاع ناشئين أو الجهاز هو اللي بينمي فيه الحاجات اللي هي ايه الزيادة، لكن مهم جدا يبقى موهوب. الموهبة كمان زي ما حضرتك بتقول ده الأساس، وكل القدرات الأخرى على المستوى التكتيكي طبعًا. بيجي من خلال مدرب، من خلال بيجي من خلال ومن خلال الشغل. طيب احنا كمان موسيماني من أول ما جه وشفنا ان هو مركز كمان على قطاع الناشئين، ومركز على الأول ما جه قال لك أنا عايز أشوف الأولاد الصغيرين، فريق الشباب ومواليد 2001، وبدأ في الفترات اللي فاتت حتى مباراة بيراميدز زق لعيبة صغيرة، والمباراة اللي فاتت في 5-6 لعيبة. فاحنا يعني عايزين نتكلم عن النقطه ديت من خلال معانا تقرير دلوقتي معانا. طب هنشوف تقرير على الكلام اللي بقوله. وحضرتك كمان كخبير وعندك جزئيه كبيره جدا واشتغلت كتير جدا في قطاع الناشئين وعندك فكر عالي جدا، نعلق على التقرير بعد ما نشوف. اتفضل. شهدت الفترة الماضية ظهور عدد من اللاعبين الشباب المميزين مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سواء من خلال التواجد في تدريبات الفريق أو المشاركة في المباريات، سواء في بطولة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر، وظهروا بصورة طيبة ومميزة طمأنت جماهير القلعة الحمراء على مستقبل الفريق. ومع تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلفا للسويسري ريني فايلر، تضاعف الأمل لدى شباب الأهلي في الحصول على الفرصة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل مدرسة موسيماني التي ظهرت منذ اليوم الأول لدخوله النادي حين سأل عن قطاع الناشئين ورغب في التعرف على إمكانات لاعبي فريق الشباب بالنادي. وقبل مباراة طلائع الجيش الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز والتي شهدت تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب في القائمة التي أعلنها بيتسو موسيماني، وجه الجنوب إفريقي رسالة في المران للاعبين الشباب رفعت من روحهم المعنوية وحفزتهم للمستقبل، بعدما وعدهم بالحصول على الفرصة بشرط بذل أقصى جهد وتنفيذ تعليماته. وأكد موسيماني لنجوم الأهلي الشباب والصاعدين على أنه لا يفرق بين لاعب كبير وآخر صغير، وأن الجميع سيحصل على الفرصة والأفضل فقط هو من سيشارك في المباريات. وهي رسالة حملت الكثير من المعاني لجيل يستعد لحمل لواء الأهلي في السنوات المقبلة وقيادة النسر الأحمر لمواصلة التحقيق في سماء البطولات، انطلاقا من دستور القلعة الحمراء المتوارث أجيال تسلم أجيال. وخلال الموسم الجاري ظهر عدد من اللاعبين المميزين في مباريات النادي الأهلي وتواجدوا بصورة شبه دائمة في تدريبات الفريق، وهم العربي بدر ومحمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان، بالإضافة إلى الحارسين المتميزين مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان. كما منح موسيماني الفرصة لستة وجوه جديدة قبل مباراة طلائع الجيش بتصعيد ستة ناشئين جدد وإشراكهم في الميران الجماعي، وهم محمد حسام ميدو مدافع من مواليد عام 2000، وفارس طارق ظهير أيمن من مواليد 2000، وأحمد عبد القادر مهاجم من مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف مانو لاعب وسط دفاعي مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبي ظهير أيمن مواليد 2002، وأحمد نبيل كوكا لاعب وسط دفاعي مواليد 2001. الأهلي على مدار تاريخه دائما أجيال وراء أجيال، لا يتوقف
سلسال الموهوبين داخله وسط رؤية جيدة للمستقبل وتخطيط جيد لقطاع كرة القدم في النادي تحت إشراف كامل من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ملك الموهوبين على مر تاريخ الكرة المصرية. في من اللي صعدهم موسيماني والكلام اللي كابتن هاني يمكن كان بيكلمه في قبل التقرير عرض التقرير اللي اتدربوا تحت ايدين كابتن امين عرابي، وده يمكن النهارده لما انا اشوف شادي رضوان محمد فخري العربي بدر ده بيدي حافز للولاد الصغيره انه لا في امل أكيد. لا اللي عنده فرصه فعلا ويستحقها هينولها. فانا عايزاك برضو تكلمني عن الشباب اللي النهارده بيعتمد عليهم مهاجم احمد عبد القادر طبعا اللي شفناه في طلائع الجيش، عايزاك تحكي لي عن اللي حضرتك يعني قمت بتدريبهم وقد ايه ده ممكن يفرق حتى مع المواهب اللي النهارده حضراتكم شغالين عليها وكابتن فتحي مبروك. هو شوف حضرتك، انا اول حاجه بشكر مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ان جاب الراجل ده موسيماني طبعا. اولا هو كفكر الراجل ما شاء الله ماشي كويس جدا، جابه في توقيت صعب جدا. مهم جدا المدرب والكابتن هاني عارف الكلام ده اللي يجي يبص للناشئين. احنا كان عندنا فتره يمكن الكابتن هاني كان موجود فيها كنت تحس ان اللعيبه بتيجي النادي موظف، يعني حاسس انه هيجيبوا حد من بره هيجيبوا، لكن الراجل ده لما جه وادى الفرصه للولاد الصغيرين دول، اولا كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا، وهم دول ولاد النادي اللي هيخدموا النادي اللي هيقفوا في النادي، هم دول اللي هيخلوا النادي طول عمره ماشي زي ما كان ماشي. يعني انا فاكر الجيل بتاع الكابتن هاني حوالي 9 لعيبه طلعوا درجه اولى مع مستر فايتسا ويمكن قبليها كمان جداد، ولعبوا كلهم يعني كلهم لعبوا ولعبوا منتخبات مصر ورا بعض. يعني احنا 7 لعبنا في خلال شهر، كنا تقريبا 6 7 لعيبه يعني انا فاكر انت وكابتن عادل عبد الرحمن وعمرو انور وعبد الجليل، فرقه يعني كانوا كلهم وياسر محمدين كلهم وكانوا لعيبه طالعين لعيبه كبار وكلهم بقوا لعيبه كبار وبقوا نجوم. صحيح نفس الوضع يمكن فرقه ابراهيم سعيد وهاني سعيد وكلهم طلعوا. فهو ده المفروض الاهتمام بقطاعات الناشئين، اولا هتوفر عليك مبالغ كبيره جدا، عندك لعيبه موهوبين جدا. صح هو مش كل الناس يعني معلش مع احترامي لكل الانديه، النادي الاهلي بيدور على البطوله، واللي بيدور على بطوله برضو المدرب بيبقى عايز يجيب البطوله الاول، فبيستنى شويه عليهم او بيتاخر شويه عليهم. والنادي الاهلي برضو عمل حاجه كويسه جدا، الاعارات اللي بيطلعها دلوقتي كبير، لعيبه بتاخد خبرات، لعيبه بتستفيد من الماتشات الكبيره اللي بتلعبها، وبنرجع نجيب اللعيبه دي تاني بس بعد الاعراض. فعشان كده انا مبسوط جدا ان مستر موسيماني جه، لان فعلا جاب لعيبه كويسه، اختياراتهم كلها كويسه، يعني فخري والعربي بدر وشادي وفي غيرهم فارس وفي حسام ميدو وفي لا في لعيبه كتير، واحمد شكري وفي مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان. ومصطفى شوبير حضرتك ضربته كان مش كده؟ يعني قعد فتره انا كنت ماسك مواليده وقعد فتره، بس هو كان مصعد للفريق الاول برضه كان بيتمرن، لكن هم كلهم ولاد كويسين، واعتقد النادي الاهلي يعني عنده منجم ذهب يعني بجد، انا مش بجامل مصطفى. نعم النادي الاهلي كل قطاع الناشئين عنده منجم كبير، منجم ذهب بيشتغل عليه. وحضرتك دلوقتي انت لو تابعت كل ماتشات الدوري الممتاز مفيش فرقه ما فيهاش فيها 3-4 من النادي الاهلي، من ناشئين النادي الاهلي. يعني دلوقتي بعض الفرق بتستنى مين اللي هيبقى يطلع اعاره من النادي الاهلي من قطاع الناشئين عشان تبدا تتعاقد معاهم، وده على مستوى الدوري الممتاز يعني. وده اللي بيحصل يعني. يمكن انا فاكر كان فتره كده كابتن مؤمن سليمان نادي الزمالك وكان ماسك سموحه او كان ماسك فرقه، في برنامج قال اي حد هيجي من النادي الاهلي على طول هاخده، عنده الانتماء وعنده الروح وعنده الاداء المميز وعنده فدي فعلا صفه النادي الاهلي طول عمره. فاعتقد ان قطاعات الناشئين دلوقتي وكل سنه بيحصل فيها تطور، كل يعني في سنه من السنين كابتن هاني كان جاي نائب مدير القطاع فني، والراجل ما شاء الله يعني لعب على مستوى عالمي ومستوى دولي والمانيا واحتراف، ففاد الفترة اللي قاعد فيها فاد القطاع كويس جدا. الكابتن فتحي خبرات ومسك مع الكابتن جوهري كاس عالم، برضو في الكابتن خالد بيبو، يعني قصدي اقول القطاع شغاله فيه، بس هي الفكره زي ما قلنا اللي يختار ويطلع للفريق الاول. فانا مبسوط جدا ان بصراحه يعني ان الراجل ده اختار اللعيبه وبدا يديهم فرص. دلوقتي في انديه في الدوري الممتاز بدات عينيها على الولاد الصغيرين دول، يعني عايزين ياخدوهم دلوقتي بالظبط. فدي حاجه طبعا يعني بجد
يشكر عليها النادي الاهلي بجد يعني. في نقطه كمان عايز اقولها تكمله لكلام حضرتك، ان كان في نوع من انواع الاحباط شويه بالنسبه للعيبه، اصل كده كده ما بنطلعش، اصل كده، وده كان بيدي فرصه كمان لحته معينه احنا كمان عارفينها والكابتن عارفها. انتوا كمدربين لا يدي كمان ان بيجي واحد عامل نفسه ايجنت او عامل نفسه سمسار، يجي الولد وعارف انه لعيب كويس يقول ما كده كده النادي الاهلي ما بيطلعش لعيبه. أيوة. يبدا ياخد ويبدا يسرسب اللعيبه تخرج من النادي الاهلي، ده جزء. الجزء الثاني على مستوى المدربين، وانت عارف بيجيلهم احباط. لا طبعا على مستوى المدربين كمان، ان لا الكابتن امين سعيد جدا وهو بيقول اصل العرب بدر من ولادي، انا دربته ده من ولادي. وخلي بالك كابتن، ده كمان دافع للمدربين اللي بيشتغلوا في القطاع. انا عايز اقول لحضرتك حاجه برضو عشان برضو الناس ما تاخدش الكلام، هو لما الواحد يقول ده من ولادي، انا واحد من اللي مرنوه يعني، في عدى على مدربين زمايل كتير جدا اكيد يعني، كان الكابتن احمد سراج ماسكهم، وكان الكابتن هشام حنفي ماسكهم، وكان يعني قصدي اقول هو مش انت الوحيد، مش انا الوحيد يعني، مش انا الوحيد، هم عدوا على مدربين خبرات كتير، كبيرة. خبرات كتير يعني. عايز اقول لحضرتك يمكن ثلاث ارباع اللعيبه اللي بتوع رامي ربيعه ومحمد هاني وكل دول ناتج صراحه كابتن بدر رجب، عشان الواحد يدي كل واحد حقه. فقصدي اقول اللي بيخش النادي الاهلي لا بيخش حاجه يعني بجد بالنسبه له حاجه كبيره. فهم مش ناتج واحد او اتنين، ده ناتج قطاع بالكامل، كل الناس اشتغلت عليهم، كل الناس وصلتهم لمستوى كويس، فبيستعادوا للدرجه الاولى. بيبقى شرف ليا وشرف لاي حد ان ده اشتغل تحت ايدي، لكن في النهايه هو لعيب للنادي الاهلي. من بدري يعني، كان صغير فمواليد كان فاجئ عليه مدرب واثنين وثلاثه لغايه صعد يعني. بصراحه ميزه يعني، انت يمكن كنت موجود، كانت لعيبه تقول لك انا لو رحت انبي هلعب يا كابتن، انا لو رحت المقاولين هلعب يا كابتن، انا هنا انا ما بلعبش في الفريق الاول. لا دلوقتي جات لك الفرصه. مزبوط. النهارده بقت الكره في ملعبك انت مش في ملعب الفريق الاول. صحيح. ومع ذلك برضو انا بعذر المدرب بتاع الفريق الاول ان هو عايز ياخد بطوله، فما يقدرش يدفع بالناس كلها في وقت واحد. صح. وعنده لعيبه في مراكز بتبقى ناقصه، بيضطر النادي يجيب من بره. فاعتقد النادي الاهلي ماشي بسياسه متزنه يعني. متزنه جدا. وبرضو اصل هنرجع نقول في الكلام ايه، ما هو انت برضو مين رئيس النادي؟ كابتن خطيب يعني. طب. اعظم ملامس الكره في مصر. فاعتقد عنده فكر دوت. فاعتقد ان النادي الاهلي ماشي في خطى ثابته وطريق ان شاء الله باذن الله قدام هيبقى عندنا يعني اجيال ورا اجيال تسلم بعض بطريقه كويسه ان شاء الله. طب حضرتك ذكرت مصطفى شوبير كنت بتتكلم عنه. واحد من اللي حضرتك دربتهم النهارده قرار منع التعاقد مع اي من حراس المرمى من خارج مصر، شفت ده فات ازاي الدوري، خاصه ان احنا النهارده في يعني حراس مرمى ظهروا في الدوري الممتاز النهارده بشكل كبير وكان ليهم فرص. اكيد. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، طبعا دي ميزه برضو. لان قبل كده كان في اجانب. نعم. ويمكن احنا كان عندنا جوله كابتن لو تفتكر من بوتسوانا ولا من كان منين كان اللي كان بيلعب في النادي الاهلي، جون افريقيا كده بس. جون افريقيا يعني، ما كانش بيدي فرص للناشئين ساعتها. حتى يمكن الشناوي ده النادي الاهلي خرجه، راح وراح جيش وراح جيش يعني راح بتروجيت. وبتروجيت. فقصدي اقول لك ان دي مهمه جدا وبتدي فرص لحراس المرمى. النهارده بقى عندنا من احسن حراس مرمى في افريقيا كلها. صحيح. يعني سواء الشناوي سواء ابو جبل، قبليهم عصام الحضري قبليهم. فيعني لا احنا عندنا وعندنا لعيبه كويسه وعندنا يعني حتى بتفيد المنتخبات يعني. انا برضو بزعل قوي لما اتحاد الكوره مثلا يقول لك خمسه افارقه، لا كتير، او خمسه اجانب في فرقه واحده. انت شايف ده كتير يا كابتن؟ طبعا كتير جدا، حتى على مستوى الملعب يعني بجانب حراس المرمى. انت حضرتك دايما حراس المرمى عندنا عشان ولادنا يظهروا، فده بص يا كابتن، لكن خمس لعيبه اجانب. عايز اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. انت تتفرج على الدوري الاسباني، اتفرج على الدوري الانجليزي، اكتر دوريين فيهم لعيبه اجانب. تعال شوف منتخباتهم ايه الناتج يعني. لكن انت مثلا شوف، هو في فتره ألمانيا. من فترات الدوري الالماني مفيش بالكم ده، مفيش بالخمسه والسته في كل فرقه. فاعتقد ان انت كل ما تقلل العدد، احنا عندنا مواهب كتير بتنقرض بسبب اللعيبه الاجانب. مع احترامي اخليهم اثنين اخليهم ثلاثه، حاجه كويسه، وبعدين هتبقى على الفرق كلها مش هتبقى علي انا بس. فاعتقد ان كل ما هتقلل العدد كل ما هتدي فرصه لاولادك واولاد النادي، هيفيدوا النادي وهيفيدوا منتخب مصر. وانا شايفها دي بصراحه يعني لا كتير يعني. انت شايف. بس خلي بالك كابتن برضو، في واحد من مثلا من شمال افريقيا ده بيتحسب ان هو مش اجنبي يعني. ما هو اربعه وواحد من شمال افريقيا. بالظبط. انت بتبص على فرص الاولاد، فرص الاولاد بتقل جدا بشكل كبير.
وبعدين حضرتك حتى في المنتخب يعني معلش مع احترامي النهارده احسن ظهير ايسر في مصر علي معلول بدون منازع. النهارده مين البديل؟ مين اللي هيلعب منتخب مصر؟ انت قاعد تدور مفيش حد مظبوط ولا لا؟ اه مظبوط مثلا معاك. كابتن احمد فتحي خلاص في بعديه 2 3 طلعوا، لكن النهارده انت مش مدي فرصه لحد عشان تشوفه حتى. فانا اعتقد كل ما هتقل مع احترامي طبعا لكل الموجودين النادي المفروض يجيب المركزين اللي هم محتاجهم فعلا. وبعدين انت بتلعب، ما احنا بنلعب مع بعضينا يعني معلش، ما هو لعب معاه وهو ناشئ ولعب معاه وهو 20 سنه ولعب معاه، فالقصه واحده. لكن انت في النهايه اتحاد الكره ما بيزودها 5 أو 4 لا كتير صراحه، انا شايفها كتير يعني بتقلل شويه من فرص اللعيبه، فرص الولادي اللي هم ممكن ياخدوا فرص يعني في انديتهم في انديتهم. وفي لعيبه مع احترام لكل الانديه انت في افارقه لما تيجي تشوفهم اقل مستوى كتير. دكتور كنت عايزه بقول لحضرتك كده يعني انت لما تفكر في لاعب افريقي النهارده بتفكر في مميزاته حتى في هيئته، طويل سريع يعني، وده اللي ممكن يكون بيفرق شويه الافريقي عن اللاعب المصري. لا عشان كده بيتم الاعتماد عليه بشكل راجل احترف في المانيا وعاد معلش مع احترام انا المفروض اجيب لعيب هو اللي شايلني وهو بيلعب كل لو 32 34 ماتش بيلعب ال 34 ماتش. ايوه مش هجيب لعيب هو بكابتن هو لازم يعني ما يجيبش لعيب غير يكون مميز سوبر. جدا وافضل بكتير من اللي عندي. لو قريب من اللي عندي طب ما انا اخلي اللي عندي شويه هو لاعب ناشئ من اللي عندي على الاقل هياخد خبرات، على الاقل هيستفاد، على الاقل هيبقى كويس. لكن انا شايفها دي برضو يعني في وجود الناشئين الكويسين دول بتقلل فرصهم جدا يعني بتظلمهم. طبعا بس الموضوع الكابتن برضو مجالس الاداره برضو بتعتمد على ان انت عايز بطوله ماشي، وان انت عايز ولد يعني احنا جنب القطاع لازم يكون في كمان اكيد 3 4 لا لا انا معاك سوبر ستار موجودين. لا ما انا ما بقولش لا بتبقى صعبه، انت شايف بس العدد يقل شويه الاجانب، عدد الاجانب يقل شويه عشان تدي فرص. اولا هتفيد نمره واحد منتخب مصر ونمره واحد النادي، ما انت برضو تكلفه كبيره قوي على النادي لما تيجي تجيب حد بيكلفك كتير قوي. صح. طب ما يعني بص يا كابتن هاني لو هو هيجي يلعب على عينه وعلى راسه هيلعب الماتشات كلها على عينه، هيلعب الماتشات كلها يكون فارق قوي كمان عن اللي عندك. لكن ما اجيبش انا واحد مع احترامي لكل الانديه المصريه وبعدين قاعد احتياطي ماتشين ثلاثه ما بيلعبش، هو ما بيلعبش. طب ما انا الماتشين ثلاثه دول لو قعدت ناشئ وحتى يعني ايه اما بيجي يقعد في الاستاد يشوف الجمهور يبقى فيه شايف حاجات مره في الثانيه هتلاقيه بدا يديك وقلبه معاك وروحه معاك ومتربي عندك في النادي، هتفرق كتير جدا معاك. لكن انا شايفها يعني انا افضل يعني زي ما لغوا حكايه الحراس المرمى يقلل العدد شويه، هتفيد الكره المصريه كده. طبعا هتفيد الكره المصريه وهتفيد لعيبتنا. طب انا عندي سؤال بالنسبه لعمليه التقليل، انت حضرتك مع ان النادي الاهلي فعلا دمج يعني كنت في القطاع كان في اكتر يعني كان من كل 2001 فرقه واثنين وثلاثه واربعه بتتكلم على 9 أو 8 فرق موجوده، دلوقتي النادي الاهلي اعتقد ماشي بسيستم افضل شويه انه دمج وافضل اللاعبين في كل مرحلتين، يعني 2001 اتضمت ل 2000 وبقى فرقه واحده المميزين منهم، شايف الدمج ده ازاي ويفيد ازاي الفريق الاول؟ شوف انا من احسن الحاجات اللي عملها النادي السنه ويمكن انتوا فكرتوا في كده انت وكابتن فتحي وكنتوا عايزين تعملوها بس الظروف ما سمحتش. قبلها الدكتور عمرو بن مجد وكان عايز يعمل يعني قصدي اقول لك الدمج، ما هو انت في النهايه انت عايز ايه من القطاع؟ عايز بطولات؟ ما بطولات كده كده انت بتاخدها. في النهايه انا عايز اطلع 2 3 يلعبوا لي درجه اولى. هل الكم ده كله هتاخد منه كام في النهايه؟ برضه هم 2 3. فلما دمج الفرق هو انت خدت المميزين جدا جدا في الفرق. اي نعم ممكن يهرب منك واحد. وضع طبيعي انا ممكن اخطا وغيري ممكن يخطا في الاختيار، لكن في النهايه انت عايز المميز جدا. صح. الصرف في النادي هيقل مظبوط، هو تغذيته هتبقى احسن، ملابسه هتبقى احسن، كل حاجه بالنسبه له هتبقى احسن. المدرب هيكون تركيزه في الملعب، انا كنت بشوف مدربين بيدربوا 40 لعيب في الملعب و35 لعيب، ازاي هجيب تركيز وهيركز مع الفرق ازاي؟ دلوقتي العدد اما قلل العدد وقلل عدد الفرق مزبوط. التركيز اكتر بقى عندك يعني معلش زي ما حضرتك بتقول دلوقتي اما يكون 40 هو معلش فيهم كام لعيب كوره كويس ممكن يطلع فريق الاول؟ 5. طيب انا اخد الخمسه دول مع الفرقه الاكبر مع العشرة بتوع الفرقه الاكبر عملت 15 20 لعيب، هم دول اكيد هيطلع منهم حد كويس، الباقي هم معلش هم موجودين عشان اكمل بيهم دوري عشان اخد بيهم مسابقه، لكن في النهايه مش هيطلع لك منهم حد وفي الاخر انت هتمشيهم.
يعني في الاخر معاك. هتستغنى عنهم فانا وبصرف عليهم كتير فانا لما ضميت ده انا خدت المميزين، في ناس مشيت ممكن يبقى مشي، في ناس كويسه حسب المركز، لكن في النهايه ده صح مظبوط. يعني ده اللي عمله مجلس اداره مع الكابتن خالد مع السنه دي، لا انا شايفه يعني 100% مظبوط، وان شاء الله باذن الله. عشان كده بقول لحضرتك اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله، يعني اللي جاي احسن كتير جدا، لان بقى عندك 20 30 او 20 25 لعيب مميز فعلا في كل مرحله سنيه، في كل مرحله سنيه، فانت هتختار بقى براحتك وتختار بهدوء، وتختار لان انت عارف يبقى في ضغط كبير قوي على قطاعات الناشئين واولياء الامور، والضغط طبعا الموضوع تحت طبعا ساعات ممكن انا بتكلم بامانه يعني ساعات احنا حتى كنت ممكن تيجي في الاخر تلعب واحد انت مش عايز تلعبه، انت فاهم من العدد، ما هو انت هتعمل ايه في العدد ده كله، واحد بقى ممكن يقعد لك واحد سنتين ما بيلعبش، وفي كان في لعيبه كده يعني سنتين ما بيلعبش في النادي، طب انت قاعد ليه؟ صح يعني انت قاعد ليه كل ده؟ وده مصاريف قد ايه؟ وبعدين ولي الامر طبعا يقول لك ايه؟ اصل هو بيحب النادي الاهلي، طب ماشي ما كلنا بنحب النادي الاهلي، بس هو النادي الاهلي مش هيساعد كل دول صحيح، وبعدين ممكن تبقى فرصه في حته ثانيه انه يلعب درجه اولى، الناس ما عندهاش الثقافه دي وما عندهاش الخبره دي ان تيجي تكلم ولي الامر، هو متشبث بالنادي الاهلي كل ولي امر حقه انه يشوف ابنه الاولى يا كابتن امين، ما هو ما انا اقول لحضرتك الاولى انه يلعب ويبقى نجم ولا الاولى انه يفضل موجود في مكان ما بيلعبش فيه خالص، ما حدش هيعترف بسهوله للنادي. ما حدش هيعترف بسهوله ان ابنه اقل موهبه او انه فردا هاني يستحق اكتر من فيان او كذا، دي المشاكل اللي بيقابلها المدربين وكابتن كابتن امين بيتكلم على نقطه ان هو الثقافه بتاعه ولي الامر ثقافه يعني الناس لازم يتقبل، لازم تتنقل يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، في الاختبارات تلاقي واحد مثلا طوله 1.80 متر وهو مثلا تحت 15 سنه ما بيعرفش يلعب كوره، بس هو بيحب النادي الاهلي وعايز يلعب في النادي الاهلي، طب يا عم روح العب يد، روح العب طايره، روح العب سله، هتبقى نجم من نجوم مصر، لا يقول لك كوره، هو طب ما انا مش هقدر اخدك او غيري مش هيقدر ياخدك، فدي قصه برضو يعني انا من عندكم هنا من البيت الكبير بقول لاولياء الامور اهدوا شويه وخلي مصلحه ابنك، شوفوا ممكن يلعب فين ويلعب ويبقى بيلعب ممكن يوصل لمكانه كويسه، وبعد كده لو ان شاء الله باذن الله في المستقبل لو النادي الاهلي حس ان هو بقى كويس ممكن اجيب. انت عارف يا كابتن ساعات بره وانا يعني برضو من خلال بدايه شغلي كمدرب في قطاع ناشئين هناك في المانيا، القصه بتبقى ان ممكن جدا وكان بيحصل في النادي الاهلي على فكره ان الولد طالما انت ما عندكش مكان في القطاع عشان العدد او الموهبه او انت شايف ان الولد ده بروميسنج بس ممكن يبقى كويس السنه الجايه، كان عندنا نادي النيل بنلعب أيوة. مثلا بنروح نادي النيل عليك. بيبقى حضانه شويه للنادي الاهلي، برافو عليك، كان في قابليه لكده، دلوقتي ولا كابتن ما حدش بيقبل يعني انت دلوقتي لو جيت قلت الولد روح هنا يقول لك لا انت مش هتاخده، انا هوديه انبي هوديه الزمالك، طب يا عم وديه، انا كابتن لعبت في حته اسمها اتحاد العباسيه، انا عارف وعبد الجليل لعب وعبد الجليل في اتحاد العباسيه، كان النادي الاهلي خلاص القايمه عندنا القطاع الناشئين اكتملت، هم شايفين ان هاني وعبد الجليل بروميسنج شويه، فكان رحنا حته اسمها اتحاد العباسيه، اتحاد العباسيه كنا لغايه قعدنا فيها سنه تبع طبعا النادي بلاش يا كابتن، ورجعنا تاني على النادي نروح الاكاديميه، ان انت ترجع بشكل اقوى للنادي الاهلي، ما انت برضه نفس المدربين نفس المستوى ونفس الاداء ونفس الفكر وانت جوه النادي لو اتحسنت هتيجي النادي، انا مش عايز اقول لحضرتك دلوقتي احنا طبعا قريبين يعني من قطاع وقريبين اولاد الامور زعلانه جدا ان في ناس مشيت، طب ما انا مش هيستوعب كل ده، فدي بزبوط. مشاكل كبيره جدا بيواجهها بس كمان خالد بيبو بشكل طبعا. كبير لا لا يعني عايز اقول لحضرتك موضوع صعب جدا بس هي مع الزمن هتاخد وقت شويه لكن انا طبعا بحييهم على القرار اللي خدوه وبحييهم على الشغل اللي هم عاملينه دلوقتي، لا شغل محترم وان شاء الله باذن الله عندنا بدل الناشئ 5 و6 و7 في كل مركز، يعني النهارده كابتن احمد فتحي مشي محمد هاني موجود العربي بدر طلع النهارده فخري بقى موجود النهارده شادي بقى موجود في لعيبه كتير موجوده لسه موجوده مع وموسيماني دلوقتي واخدهم بيشتغل عليهم وقال كلمه كويسه جدا او انا سمعتها في التقرير ان مفيش فرق بين صغير وكبير انا ليا الملعب الاحسن يعني الكابتن همزه لعب كام سنه؟ لعب وهو 17 سنه ولعب على نجوم يعني يخضه بس بكفاءته بشغله بادائه طلع لاعب هي الكره كده الكره النهارده بقى في ملعب اللعيب مش في ملعب المدرب انت كويس هتلعب خلاص أيوة. هو النادي الاهلي فتح الباب لاي حد
الملعب هو الفيصل. طبعا الملعب هو الفيصل في اي وضع. ان شاء الله باذن الله اتمنى ان هم يعني يطلعوا لنا حاجات كويسه باذن الله. وانا شايف في التعامل مع الصاعدين الشباب ايه الفرق بين موسيماني في النقطه دي وما بينه وما بين فايلر؟ لا شوف هو حضرتك برضه فايلر جاي يعني انا اعتقد ان برضه موسيماني لو جه في اول موسم كان هيعمل عمل فايلر. مش هقدر الاعب ناشئ كده مره واحده. فهو اعتمد على اللعيبه الموجوده اللعيبه الكبار وبعدين انت القايمه بتاعتك كانت كامله ولسه في بدايه الموسم ما فيش اصابات ما فيش بتاع. فطبعا هو مركز ما هو النادي الاهلي مش جايبه عشان يطلع الثاني او الثالث، انا جايبك تاخد بطوله. فالبطوله مش هاخدها الا باللعيبه اللي عندهم خبرات واللعيبه اللي تقدر تكسبني. لما الظروف اتحسنت وخدنا البطوله جه موسيماني في وضع احسن شويه بالنسبه له فبدا يعتمد على الناشئين وعنده مراكز ناقصه وعنده اصابات كتير. فدي ساعدته برضه، لكن انا مبسوط ان هو ما فضلش على اللعيبه الكبار فقط. ان هو طلع وبدا يلاعب. فدي ادت انتعاشه للقطاع كله. يعني بقى في اللعيبه عندها روح وعندها قلب وبقت في غيره حتى اللي تحت النهارده بقى كله عايز يطلع وكله عايز يلعب. دي ميزه كبيره جدا في القطاع. فان شاء الله باذن الله يكملوها على كده وانا شايف انها هتبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. انا عندي اقتراح يا كابتن امين ويا ريت حضرتك برضه توصل الاقتراح ده للجنه التخطيط وحتى على مستوى الاداره او اداره او اكتشاف المواهب. نفسنا يكون عندنا سكاوتنج على مستوى اوسع شويه. حضرتك بتتكلم على مصر كلها. ايه المانع ان احنا يكون عندنا سكاوتنج للعيبه في شمال افريقيا على سبيل المثال؟ ايه المشكله وخاصه اللعيبه الافارقه على المستوى الافريقي غانا نيجيريا ساحل العاج الحتت ديت برضو يا ريت يكون فيها عندنا سكاوتنج هناك باسم النادي الاهلي ونتابع الولاد الصغيرين اللي عندهم 16 17 سنه وبروميسنج والولد دوت هيلعب بيلعب مثلا منتخب ساحل عاج تحت 17 سنه او تحت 15 سنه. الولاد دول لازم يكون عندنا فايل ليهم عندنا اسماء ليهم لانك هتجيبهم ببلاش وممكن بعد سنتين ثلاثه تجيبهم بملايين. طب. فنوسع قاعده السكاوتنج بدل ما تبقى في مصر بنشوف سكاوتنج على كمان شمال افريقيا. النهارده ده دور الاكاديميات في افريقيا وبتتوسع النهارده دور الاكاديميات سكاوتنج. انا اعتقد يعني انا بتكلم وجهه نظري الشخصيه. لا وانا معاك يعني أنا ده اقتراح لان يعني انت ده اقتراح هايل وانا معاك فيه مليون في الميه في كذا جزئيه. اولا زي ما حضرتك قلت بتختار اللعيب في سن صغير سعره اقل هيجي عندك يتمرن يشتغل حتى ممكن تبقى استثمار بعد كده تبيعه. يعني انا شايف ان الترجي التونسي بيعمل كده مظبوط بيجيب اللعيبه الصغيره ويشغلها معاه وبعد كده حتى بعد كده بقى بيطلع اوروبا بيطلع اي حته بيلعب بيجي عندنا بيروح في اي حته. فدي نقطه مهمه جدا واتمنى من لجنه التخطيط ومجلس الاداره ان هم طبعا القرار مش في ايد كابتن فتحي لان يعني قرار يعني قرار مجلس اداره مزبوط. وقرار لجنه التخطيط اعتقد ان فكر هايل جدا وفكر متطور جدا واعتقد ده لو اتعمل هيفرق مع النادي وهيفرق مع مصر كلها كتير جدا. وانت عارف كل الفرق الاوروبيه الكبيره عامله اكاديميات في افريقيا طبعا. وبتاخد اللعيبه منها وبتاخدها بسن صغير جدا مظبوط ودي هتوفر كمان عليك قصه مصر دي هتوفر عليك قصه مصر لان السمسار بيجيب لك احسن شريط او احسن لقطات للعيبه وهو بيلعب يجي هنا ما تشوفوش صحيح. فدي انت هتوفر عليك ده انت اللي مختاره وانت اللي جايبه وانت اللي شفته وانت اللي مرنته من سن صغير جدا كمان فخلاص هو اتربى عندك. فدي هتبقى طبعا يا ريت انا اتمنى ده كمان هتشوفوه من خلال يعني بطوله افريقيا للشباب تحت 17 سنه يبقى عندنا حد موجود يتفرج على البطوله دي وهكذا. انا بقول لحضرتك ده وجهه نظر لا دي وجهه نظر تحترم وجهه نظر يعني المستقبل وجهه نظر فكر بعيد جدا. فانا اتمنى من كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ولجنه التخطيط ان تفكر التفكير ده هنبقى يعني احنا تخطينا كل الانديه العربيه مش المصريه بس في الفكر ده وان شاء الله يا رب يطبق وتبقى حاجه كويسه يعني ان شاء الله باذن الله. بكره مواجهه مهمه جدا بين الزمالك والرجاء عايزنا نواجه مين في النهائي؟ شوف انا اقول لحضرتك حاجه البطل ما بيهموش هو هيقابل مين البطل الله. عجبني الرد ده لا والله. هو اللي بيدور على بطوله والبطل بيلعب اي حد اللي عايز ياخد بطوله هيلاعب اي حد هيلعب القوي والضعيف فطبعا انا كمصري اتمنى ان النهائي يبقى مصري خالص لكن زي ما قلت لحضرتك اللي عايز يبقى بطل يلعب مع اي حد ما يفرقش معاه مين اللي جاي له طول ما هو مركز طول ما هو عنده
النية وعنده التركيز وعنده ولغنا في النهاية أتمنى النادي الأهلي ياخد البطولة في أي وضع إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ودي أمنيتي أنا مش أنا بس أمنية كل أهلاوي وأنتوا يمكن قبلية صحيح ده اللي إحنا بنتمناه وإن شاء الله بإذن الله تبقى التاسعة وتبقى فالخير علينا وإن شاء الله مش هنفرط في بطولات جايه بعد كده خلاص ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله شرفتنا يا كابتن امين شكرا كابتن شكرا كابتن ربنا يخليك شكرا جزيلا طيب احنا دلوقتي طبعا وصلنا للنهارده يوم الثلاث عارفين حضراتكم انه من 12 لواحده بينضموا لنا زمايلنا اسامه وفارس عشان الفقره بقى اللي كتير جدا من الناس بينتظرها فقره خط احمر في البيت الكبير اسامه وفارس ازيكم ازيك يا سهام اهلا بيك يا كابتن هاني واهلا بكابتن امين كنا سعداء بالحلقه وان شاء الله نقدم محتوى النهارده جيد جمهور بيستناه كل اسبوع ان شاء الله اهلا بيك كابتن هاني واهلا بيك سهام اهلا طبعا بكابتن امين عرابي الشبه كبير قوي يا كابتن مع كابتن اسامه عرابي اهلا بيك اهلا بيك انا بس عايز اسال سؤال لسهام انت ليه لابسه ابيض النهارده ابيض طب مش يمكن اوف وايت وانت مش واخد بالك يعني مش يمكن خلاص لو اوف وايت يبقى براءه ركز يا اسامه التلات يعني خليكي في الوان بعيد عن الابيض بعد اذنك ده هنعمل رومنتادا عليك هنستمتع بيكم احنا بنختم مع حضراتكم دلوقتي ونطلع لفاصل وبعد الفاصل اسامه وفارس اتفضلوا